أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل ما يقوم به أحد طلبة العلم من تتبع أخطاء بعض الدعاة وجمعها وإخراجها في أشرطة بحيث يخصص لكل داعية شريطة يذكر فيه أخطاءه وهفواته، هل هذا من المنهج الصحيح؟ إذا كان القصد من هذا بيان الحق وبيان الخطأ فهذا طيب، هذا من الدعوة إلى الله، أننا نبين الأخطاء لأجل أن لا يقع الناس فيها. أما إذا كان القصد التشحي والتشفي من الشخص والتنقص للشخص فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم.